تسلقان بحضراتكم شوط الوداع شوط الختام. قبل قليل أعلنت بداية انطلاقته وهو الخاص بالزمول المهات الأصايل في أشواط الإنتاج والمنتجين. نذكر بانطلاقته في الساعة الثانية من بعد ظهيرة هذا اليوم الخاصة بحول وزمول أصحاب السمو الشيوخ راغبين بالمشاركة. هكذا انطلق الشوط وهذا تواصلت التحديات هذا الصباح. شوط المهجنات الزمول ختام أشواط الستار على أشواط صباحي هذا اليوم بنهاية هذا الشوط. نسير مباشرة بعد الانطلاق نصل إلى المقدم وإلى المرة، وهذا هو من يسيطر ويقود المشاركين. متعب يتقدم المشاركين، وحمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي يتصدر المجموعة ويقود هذا المسار على المركز الأول، بينما يليه في المركز الثاني برقياتي، في المركز الثاني تعود ملكيته لأحمد بن راشد المحرمي الكتبي يتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز عجيب ياتي في المركز الثالث، ويتقدم كذلك محمد بن مبارك بن مرخان الكتبي على المركز الثالث. الرابع هذا رياض ياتي في المركز الرابع، ومبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري ياتي في هذا المنطلق وهذا الاندفاع. مشكور تعود ملكيته مشكور يتقدم في هذه اللحظات، مشكور لمعتاد بن فهد العتيبي ياتي في هذا الانطلاق ويتقدم على المركز الخامس، بينما المركز السادس سادس المراكز هذا تواجد رياض لراشد بن ناصر بن احباب الهاجري على سادس المراكز. اشوف المركز السابع هذا السابع مياس العتيج بن عبيد بالهلي الهاجري على المركز السابع، بينما المركز الثامن مياس لحمود بن محمد بن حمود الكتبي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثامن. التاسع هذا هو البحر لعلي بن خاطر بن هاشل الشامسي، والمركز العاشر هذا لافي لسالم بن راشد بن سالم الغفلي. هذه العشر المراكز الأولى في مسار هذا الشوط في تحديات شوط الختام في صباح هذا اليوم، وهو الشوط السادس عشر في الترتيب العام للأشواط وآخر أشواط المنتجين. الجولة الأخيرة الذي انطلقت فيها أشواط الإنتاج. عودة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وهذا الانطلاق. يا سلام يا سلام، هذا هو هكذا عودة إلى المراكز الأولى. هذا براق يسيطر على مقدمة الشوط، وأحمد بن راشد المحرمي الكتبي يسيطر على المركز الأول ويقود مسار هذا الشوط، بينما المركز الثاني يأتي فيه متعب يتقدم في هذه اللحظات. تعود ملكيته لسالم بن حمد بن سالم بن دري يتقدم على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم هذا مشكور معتاد بن فهد العتيبي يأتي في المركز الثالث. أما المركز الرابع هذا رياض لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري يتقدم، وكذلك قدوم في هذه اللحظات من رياض مبارك بن راشد بن ثلاب بن الجليميد الهاجري يتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز السادس وهذا عجيب في المركز السادس محمد بن مبارك بن مرخان الكتبي. هذه الست المراكز من الزمول المهجنات الأصايل الإنتاج تتقدم، بينما نشوف المركز السابع ويتقدم فيه ياتينا في مياس عتيج بن عبيد بالهلي الهاجري يتقدم كذلك على المركز السابع. والمركز الثامن وصل في ثامن المراكز وتقدم مياس لحمود بن محمد بن علي بن حمود الكتبي على المركز الثامن، بينما المركز التاسع هذا اللي هو البحر لعلي بن خاطر بن هاشل
الشامسي والمركز العاشر هناك الانطلاق، وهناك أيضا بالرملي يتقدم في هذه اللحظات الأسد وحمدان بالرملي بن محمد العامري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز العشر الأولى المتقدمة في هذا الشوط. هكذا نكون أكملنا للمرة الثانية النداء للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في شوط الختام في هذا الشوط المثير، في هذا الشوط الجميل الذي يحمل في طياته هذه الأسماء وهذه الزمول المهجنات الأصايل الذي تتنافس على المراكز الأولى. معادي لوحة الأربعة كيلو مترات انتصفت مسافة هذا الشوط في مسار الثمانية كيلو، انقضت أربعة كيلو مترات وتبقت أربعة كيلو مترات، وهناك برق الذي ينطلق على المركز الأول ويقود الزمول يتقدمهن، يسيطر على المركز الأول أحمد بن راشد المحرمي الكتبي الذي يسيطر على مقدمة الشوط ويقود هذا المسار. مشكور في المركز الثاني، وياتي معتاد بن فهد العتيبي على المركز الثاني. المركز الثالث رياض المبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري يتقدم في هذه اللحظات على ثالث المراكز. أما المركز الرابع بن القفي ويتقدم في عجيب محمد بن مبارك بن مرخان الكتبي على المركز الثالث الرابع، بينما المركز الخامس وهذا متعب في المركز الخامس وسالم بن حمد بن سالم الدري الفلاحي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز السادس هناك مع شعار بن حباب يتقدم في هذه اللحظات، وراشد بن ناصر بن حباب الهاجري اللي هو يقدم رياض على المركز السادس. أما المركز السابع هذا هو مياس لعتيج بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري على المركز السابع. المركز الثامن بيشوف هناك من الزمول المتبقية شيء يتحرك يبقى يوصل المراكز الأولى المتقدمة. هذا هو من قرب من مساري هذا الشوط اللي هو مياس وحمود بن محمد بن حمود الكتبي المركز الثامن. أما المركز التاسع فيتقدم فيه وياتينا بحر علي بن خاطر بن هاشل الشامسي، والمركز العاشر عند بالرملي هذا اللي هو تقدم مشاهدينا متابعين الكرام بجدارة هذا الشوط على المركز العاشر وحمدان بالرملي بن محمد العامري مع الأسد. هذه ها هي المسيرة ونتقدم إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى برق المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول هنا بهذا الانطلاق لأحمد بن راشد المحرم الكتبي على الصدارة على المقدمة. رياض في المركز الثاني، لمبارك بن راشد بن ثلاب بن قليميد الهاجري من يأتينا على المركز الثالث، والمركز الثالث هنا عجيب لمحمد بن مبارك بن مرخان الكتبي، والوصول من قبل مشكور معتاد بن فهد بن فهد العتيبي يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس رياض راشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري ومياس هنا القادم بكل قوة، عتيق بن عبيد بن سعيد بن هلي الهاجري، ومن الجانب الآخر مياس أيضا حمودة بن محمد بن علي بن حمودة لقتبي من ينطلق بتحدياته وإثارته. المركز الثامن، المركز الثامن متعب سالم بن حمد بن سالم بن دري الفلاحي من يأتينا هنا أيضا على المركز الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع وصل البحر علي بن خاطر بن هاشل الشامسي عاشر مراكزنا الأسد حمدان بن رملي بن محمد العامري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذه التحديات الجميلة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. ها
هنا نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع برق لأحمد بن راشد المحرمي، هو المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا رياض المبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على ثاني المراكز وفي المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق على ثالث مراكزنا بالتحدي وبالأداء الجميل. هناك مياس حمودة بن محمد بن علي بن حمودة اللي اجتبي من ينطلق على المركز الثالث وفي المركز الرابع. البحر هنا، البحر قادم، البحر علي بن خاطر بن هاشل الشامسي على المركز الرابع وفي المركز الخامس. مياس عتيق بن عبيد بن سعيد بن هلي الهاجري من ينطلق خامسا وفي المركز السادس. مشكور معتاد بن فهد بن فهد العتيبي من ياتينا، هذه الانطلاقه وصل بن دقاش في اول ندى شاهين سالمين بن دقاش بن محمد العامري من ياتينا هذه الانطلاقه الجميله. وهناك ايضا رياض راشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، ولكن براق على صداره، براق على المقدمه، برق 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 يبرق على صداره هذا الشوط، يبرق على المقدمه على المركز الاول. احمد بن راشد المحرمي على الصداره، على المقدمه وعلى المركز الاول، يسيطر على زمام الامور برق، يسيطر على الصداره، على المقدمه، على المركز الاول. هنا ابو راشد يقدم برق بهذا الاداء المميز الجميل، ورياض، رياض مبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. وهنا ياتينا ايضا مياس حموده بن محمد بن علي بن حموده ليكتبي، والوصول من مياس عتيق بن عبيد بن سعيد بالهل الهجري، ولكن برق على الصداره، برق على المقدمه، على المركز الاول، يسيطر على زمام الامور على الصداره. برق 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 هنا احمد بن راشد المحرمي ليكتبي على الصداره، على المقدمه وعلى المركز الاول، يسيطر على زمام الامور. مياس من الجانب الاخر، برق ومياس ورياض، برق ومياس ورياض، الله الله الله، مياس مياس وبرق، مياس وبرق، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، يا سلام الله، وبرق برق برق برق، سلام لهباب، سلام سلام وتحية واحترام، تهانينا تهانينا لأحمد بن راشد المحرم الكتبي. المركز الثاني مياس لحمودة بن محمد بن علي بن حمودة الكتبي. المركز الثالث رياض مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، ومياس من وصل لعتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي، والأسد لحمدان بن رملي بن محمد العامري من أتانا بهذا الانطلاق بن دقاش وبن خاطر. ونعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، 13 دقيقة 54 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية، توقيت برق. تهانينا لأبو راشد أحمد بن راشد المحرم الكتبي، وسلام لهباب سلام على هذا الفوز المميز. المركز الثاني أتانا مياس وقدم عرض يشكر عليه حمودة بن محمد بن علي بن حمودة الكتبي، 13 دقيقة 54 ثانية، ثمانية من الأجزاء من الثانية توقيت زمني. أما المركز الثالث فكان مشاهدينا الكرام هنا من أتانا بانطلاقته رياض المبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري ب 13 دقيقة 55 ثانية، ستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس وإلى أبو فزاع وأيضا الملخص.